الحمد لله اليوم تم إدخال قافلة المساعدات المخصص لقطاع الصحي. طبعاً إحنا في مؤسسة هيومن أبيل سوف نقوم بتوزيع هذه المساعدات العبارة عن أدوية ومستلزمات. نقول للمتبرعين بارك الله فيكم على جهودكم، والحمد لله تم وصول القافلة إلى قطاع غزة، وسوف نبدأ من الآن توزيع هذه المساعدات على المستشفيات المحتاجة لهذه المستلزمات الضرورية، وبارك الله فيكم. دكتور محمد هند من جمعية العودة الصحية والمجتمعية، بنتشكر مؤسسة هيومن أبيل على دعمهم بالمستلزمات الطبية والأدوية لأبناء شعبنا الفلسطيني اللي هم بأمس الحاجة في الفترة هذه لوصول هذه المساعدات. وبنأكد أيضا أنه في حاليا نقص شديد في أدوية الرعاية الأولية وأدوية الأمراض المزمنة، حيث أنه هذه الأدوية في السوق المحلية غير متوفرة، والمرضى تبعون الضغط والسكري ما بيقدروش يستغنوا عن هذه الأدوية. بنتمنى أنه في المرات القادمة يتم توفير هذه الأدوية اللي هي أدوية الرعاية الأولية، المضادات الحيوية، أدوية الأمراض المزمنة، السكري والضغط وما شابه. وبنشكركم كمان مرة هيومن أبيل على دعمكم المستمر للشعب الفلسطيني.